بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم معنا في سلسلة دورات عرب هاردوير في تخصص هندسة الاتصالات. طبعا إن شاء الله هنبدأ في كورس الجي بي آر إس. طبعا كنا عامل حسابي طبعا الخطة اللي كنت حاططها إن احنا هنبدأ الجي إس إم وبعد كده جي بي آر إس، لكن طبعا موجود فيديوهات للجي إس إم والأخوة على المنتدى قالوا تكمل على طول جي بي آر إس. طبعا نعتذر على التأخير، يا ريت تقبلوا التأخير يعني عذري، لأن بصراحة كان في ظروف وكده. وطبعا أنا كنت عامل حسابي إن أنا هكمل في الجي اس ام، طبعا فخدت وقت على لما أسجل الكورس الدرس بتاع الجي بار اس. طبعا الجي بار اس بصفة عامة هو من الجيل التاني، او بمعنى اصح اللي هو 2.5. يبقى هو ده كان 2.5. هو طبعا جنرال باكت راديو سيرفيسز، او الخدمات عن طريق نقل الداتا كبيجات. طبعا تقنيه الجي بي ار اس تسمح باتصال دائم بالانترنت، وطبعا تكلفة الاتصال ده بيبقى على حسب المعلومات أو حجم المعلومات المتبادلة، وهنوضح الكلام ده كمان شوية إن شاء الله. لأن طبعا الداتا من كلمة باكت، هنا الداتا بيتم إرسالها على شكل باكجات. كل باكت جايت عندنا الداتا بتتقسم إلى باكجات، وبعد كده بيتم إرسال كل باكج، طبعا دي الاول ودي الثانيه وهكذا ورا بعض. طبعا قبل ما ابدا انا طبعا بشكر باشمهندس وليد الشافعي، طبعا كنت واخد الكورس عنده وبصراحه استفدت منه جدا جدا جدا. طبعا بشكر باشمهندس وليد صفوري على الداتا او الكورس او الباوربوينت اللي هي موجوده معنا. قبل ما نبدا في انواع الداتا او انواع النقل بتاع الداتا، عاوز اقول حاجه، ان الجي بار اس بترسل زي ما احنا قلنا الداتا في باكيتشات، مش زي الجي اس ام معلومه معلومه او اشاره اشاره زي ما نوضح ازاي بعد كده. طبعا الجي بار اس بتستخدم تقنيه اسمها الويب في الاتصال بالانترنت، او اسمها الويب او الوايرلس اكسس بروتوكول. الوايرلس اكسس ايه بروتوكول، طبعا دي تقنية كان اول تجسيد لها. البروتوكول ده كان معتمد على تطبيقات بلغة ال XML، ده كان معتمد على التطبيقات المعمولة بلغة ال XML. طبعا الجي بار اس بيستخدم، هو اللي اول حاجة ادخلت الاي بي، استخدام الاي بي في الاتصالات الخلوية. يعني كل اتصال، عند كل اتصال، كل ما تيجي تتصل بالشبكة الانترنت او كده، هتاخد من الشبكة اي بي مؤقت خاص بيك. تمام، هتاخد من الشبكة اي بي مؤقت خاص بيك. مجرد ما تنهي او تقفل الاتصال بالانترنت، فالاي بي ده خلاص ما عادش بتاعك، هتدخل تاني هتاخد اي بي مختلف مرة تانية. طبعا الكلام ده كله هيتوضح ان شاء الله قدام، احنا النهارده بس كمدخل ومقدمه للجي بي ار اس ان شاء الله. طيب انواع نقل البيانات، عندنا كذا نوع من نقل البيانات. في عندنا طبعا الاس ام اس او الرسائل النصيه، في عندنا الفاكس، في عندنا ممكن عن طريق الايميل، في عندنا عن طريق الانترنت او الانترانت، طبعا اكيد عارفين الفرق بين الانترنت والانترنت، او طبعا المالتي ميديا سواء صوت فيديو وات ايفر اي حاجه. ديت بصفة عامة كان أنواع نقل البيانات. طبعا في الجي اس ام، عشان نفكركم بيها لازم نكون واخدين بالنا، معدل نقل البيانات في الجي اس ام كان وصل إلى 9.6 كيلو بت بير سكند. لازم نكون واخدين بالنا من الكلام ده كويس. معدل نقل البيانات في الجي اس ام كان وصل إلى 9.6 كيلو بت بير سكند. طيب جميل.
طيب معدل نقل البيانات في الجي بار اس وصل لكام؟ في الجي بار اس اللي بالصفحة، في الجي بار اس كان وصل معدل نقل البيانات الى 114 كيلو بت بير سكند. يا طبعا نقلة رهيبة في معدل نقل البيانات، وبالتالي قدرنا ان احنا ندخل على الانترنت، قدرنا نبعت الرسائل النصية كويس، قدرنا نتعامل مع المالتي ميديا ولكن بصفة اقل، يعني ما قدرناش نتعامل مع المالتي ميديا بدرجة كويسة الا في الجيل الثالث. طيب طبعا في الجي اس ام بصفة عامة كان بيتم نقل الداتا كصوت، طبعا كان بيتم ارسال رسائل نصيه ولكن كان الموضوع ضعيف شويه، يعني كان الاعتماد الاولي في الجي اس ام كان فويس. يبقى الجي اس ام كان بيبعت صوت فويس، طيب جميل، وكان بيبعت ولكن بدرجه قليله رسائل نصيه، ولكن قلنا بدرجه قليله. طب جميل، جينا في الجي بار اس بدانا نهتم بموضوع الرسائل النصيه والمالتي ميديا والانترنت والكلام ده، فبقى بيبعت فويس تمام، وبقى بيبعت بيهتم بالاس ام اس او الرسائل النصيه او المالتي ميديا وهكذا. وبالتالي طبعا حصل ان بقى في نقدر ندخل على الانترنت، نقدر نتعامل مع الفيديو بطريقه كويسه بسرعه عاليه. طبعا ديت مميزات هنوضحها اكتر ازاي يتم التعامل معاها ان شاء الله قدام. طيب طبعا الظهور بتاع الداتا ريت العالي، طبعا احنا كان عندنا الجي اس ام كان قلنا 9.6 كيلو بت بير سكند. طيب جميل، الجي بار اس وصل الى 114 كيلو بت بير سكند، طبعا هو عمليا كان تقريبا 75 كيلو بت، يعني هو عمليا كان وصل جي بار اس الى 75 كيلو بت، طبعا ممكن يوصل الى 114 كيلو بت بير سكند. طبعا ال HSCD او ال High Switching Circuit Data طبعا ديت حاجة هنتكلم عليها قدام بعدين ان شاء الله. طبعا كان معدل نقل البيانات فيها الى حد ما يعني عالي شوية، ولكن كان بيعتمد على حاجة اسمها السيركت سويتشنج. طبعا هنوضح الكلام ده، فرق بين السيركت سويتشنج وبعض الحاجات التانية في السويتشنج، وكمان ان شاء الله سلايد او اتنين. طبعا جه بعد كده عندنا الادج، طبعا ده اللي هو 2.75، طبعا ده هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في اخر الفيديو باذن الله. يبقى هنا طبعا معدل نقل البيانات وصل فيه الى معدل كبير شويه، نوضح الكلام ان شاء الله قدام عشان بس مش نخبطكم. طبعا يبقى احنا كده بصفه عامه الجيل الثاني بصفه عامه جي اس ام اتش اس اس دي ايدج والجي بي ار اس، طبعا ده كان يعتبر مدخل للجيل الثالث اليو ام تاس. مش عارف ايه اللي حصل، اسف جدا يا جماعة، يعني مش عارف ايه اللي حصل فجأة كده. لا تمام كده. طيب طبعا احنا قلنا ان في كذا نوع من نقل البيانات او ازاي اقدر ابعت الداتا. طبعا في الجي اس ام كان بيستخدم حاجه اسمها السيركت سويتشنج، وطبعا ده انا عامل حسابي طبعا ان الجميع درس الجي اس ام كويس، فهمها كويس، فهيبقى فاهم معايا يعني ايه السيركت سويتشنج. طبعا هنشرحها كمان شويه وهنعرف عيوبها ومميزاتها عشان كده ليه استخدمنا حاجات تانية. طبعا في حاجه تانية اسمها المسج سويتشنج، ودي كانت بتعتمد على الرساله النصيه اكتر. بعد كده الجي بار اس اعتمد على حاجه اسمها الباكت سويتشنج، وهي ان احنا عندنا الداتا، عندنا الداتا هيت ديت الداتا، هيتم تقسيم الداتا الى باكجات، هيبقى عندنا عباره عن باكج هيت صندوق، وده باكج صندوق، وده باكج صندوق اخر وهكذا.
ويتم ارسال الباكج دي وبعدين دي وبعدين دي وهكذا. وبالتالي هنا اصبح في استخدام معلومات بكميه كبيره في وقت اصغر في باندويتس اصغر. ونعرف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل قدام ان شاء الله. طبعا نقل البيانات في الجبر اس بيعتمد على زي ما قلت لك بيعتمد على عاوز اقول المعلومه ديت بيعتمد على الميجا بايت اللي احنا بنستخدمها في النقل. يعني احنا بعتنا كام ميجا او الترافيك بتاع النقل بتاعه نفسه بيتعامل مع الميجا. لكن طبعا في السيركت سويتشنج بتعتمد على التايم. المعلومه دي مهمه جدا يا جماعه ولازم نكون واخدين بالنا منها جدا في السيركت سويتشنج. عشان كده بتتعامل مع الموبايل لما تيجي بتتحاسب مع شركات الموبايل بتتحاسب معاك بالمينت بالدقيقه بالتايم. انت اتكلمت كام دقيقه والكلام ده. طبعا مش شرط سيركت سويتشنج بس، ولكن هو السيركت سويتشنج بصفه عامه بيتعامل مع اليوزر بالتايم. قد ايه بعت اتكلمت دقيقه وفضلت متصل بالشبكه قد ايه بالدقيقه في دقيقه كل دقيقه. لكن في الباكت سويتشنج بيتم التعامل مع كم ميجا بايت تم نقلها. عشان كده لما تيجي تتصل بالانترنت عن طريق الموبايل بيقول لك الميجا بايت بكذا، ما بيقولكش اتصال بالدقيقه، لا بيقول لك الميجا بايت كذا وهكذا. وبالتالي لازم ناخد بالنا من الفرق ده مبدئيا، لان الكلام ده ان شاء الله هنوضحه بالتفصيل قدام. هنتكلم عن السيركت سويتشنج اللي بيستخدمه الجي بار اللي هو عفوا الجي اس ام. طبعا لا يتم عمل اي شيء الا ارسال الداتا بين المرسل والمستجيب او الترانسميتر والريسيفر. تمام. طيب زي طبعا الكلام ده زي ايه؟ زي الاتصالات بين التليفون. كل ما علينا ان احنا بنتصل التليفون بيتصل عن طريق نقط اتصال تمام الى التليفون الثاني وتبر اي ان كانت هذه النقط، زي ما احنا ان شاء الله فاهمين كويس من جي اس ام وهنوضح الكلام ده اكتر في الجي بار اس ان شاء الله. وبالتالي هنا بيتم الاتصال من جهاز لجهاز او من التليفون للتليفون عن طريق بعض نقاط الاتصال. طيب جميل. طبعا نقل الداتا او الداتا بصفة عامة وهي ماشية بعد عمل السيت اب كونكشن. طبعا احنا فاهمين يعني ايه سيت اب كونكشن، طبعا فاهمين سيت اب كونكشن من الجي اس ام اللي هي المرحلة اللي بتبدأ قبل المكالمة، اللي هو قبل ما تتصل بمجرد ما تتصل بالرقم بيقعد مدة كده على ما يجمع ومش عارف ايه. طبعا الكلام ده التجميل الوقت ده اسمه سيت اب كونكشن. تمام. بعد ما تدخل تبدا بعد السيت اب كونكشن وبتتم الاتصال وحجز الشبكه الشانل خلاص، بيبقى معدل نقل البيانات ثابت او السرعه ثابته ما بتتغيرش. طبعا ده بيأثر في حاجات كتير، طبعا هنوضح الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل قدام، انا بس بنتكلم بصفه عامه. طيب احنا قلت من شويه ان احنا بنتصل من موبايل من تليفون لتليفون او من مكان لمكان عن طريق عدة نقاط. طب نفترض ان النقطة ديت مثلا كانت مشغولة او عليها اكسس من حاجة تانية او اي حاجة وهكذا. طبعا الجهاز ده او التليفون او اي كان هينتظر لما النقطة ديت تفضى ويبدأ يكمل اتصال، وبالتالي ده بيهدر وقت ويشغل حاجات كتير. وطبعا ده كان من مساوئ وعيوب السيركت سويتشنج. طبعا بالنسبة للعيوب التانية هنوضح الكلام ده اكتر ان شاء الله. طيب ايه مميزات السيركت سويتشنج؟ اول حاجه حاجه اسمها الريفرس شارجنج. دي طبعا ميزه مهمه جدا في التعامل مع الجي اس ام. في الكور دايركت نقدر نتصل مره اخرى بالمكالمه او نعمل اتصال عكسي. طبعا اما نعمل انكومينج كولز يعني اتصالات جايه بس او اتصالات رايحه بس، مفيش اتجاهين مره واحده بالنسبه للتشانل. وبالتالي هيبقى ده ميزه لان كده باخد الباندويتس كله ليا. طبعا الكونكت هو فري. طبعا الكلام ده وضح اكتر في الجي اس ام وان شاء الله يبقى في توضيح اكتر للمعلومات ديت، لان مش قادر اوصلها كويس دلوقتي عشان ما تخش في تفاصيل عميقه شويه. طبعا مش هقدر اتصل لما اكون
الا لما يكون الشان بتاعتي فري. طيب ايه المشاكل او العيوب؟ اول حاجه النظام بيعتمد على كميه البيانات المرسله عشان يقدر يحدد الاتصال بالقناه. يعني مش هتقدر تعمل فول اكس او فول كونكشن لاي قناه الا بعد ما النظام هيتابع او هيحدد الترافيك الموجود او كميه المبعوثه او الحجم المبعوث من الجهاز من المستقبل من المرسل للمستقبل. طيب تاني حاجه لازم خلي بالك، لازم المرسل والمستقبل بيستخدموا كل بيستخدموا نفس البروتوكول. الكلام ده هيتوضح كويس قدام. ليه لازم بيستخدموا نفس البروتوكول؟ لان لو بيستخدموا اتنين بروتوكول مختلفين في الغالب هيحصل مشاكل بالنسبة للسيركت سويتشنج طبعا، لان هنا مش متحدد الوجهة بتاعتك او المسار بتاعك ايه، وبالتالي ممكن هنا المصدر ما يتعرفش او الداتا اللي مبعوثة مش هتعرف المصدر الوجهة بتاعتها فين، وبالتالي ممكن تضيع في ال تشانل. وبالتالي لازم يكون المصدر والوجهة لهم نفس البروتوكول بحيث هنقدر نحدد المعلومة المبعوثة او الداتا اللي هتتبعت هي رايحة فين بالظبط. يبقى البعك التاني لازم يكون المصدر والوجهة لهم نفس البروتوكول او بيستخدموا نفس البروتوكول. طبعا الكلام ده قلناه من شوية، ان لو في اي connection points busy او مشغولة او الى اخره طبعا هيستأن المرسل طبعا كل سنوات كبير علشان يقدر يبعت لما الشان تبقى free او تبقى خالية له، يقدر يعمل اكسس ويكمل ارسال المعلومات بتاعتك. طيب تاني حاجه كانت المسج سويتشنج. طبعا ديت كانت اللي انت بتبعت رساله ممكن تتخزن وتتبعت بعد كده في حاجه في المكان بتاعتك الخاص بتخزين الرسائل. طبعا ديت ميزه كويسه جدا، انت ممكن تبعت رساله ما يقدرش او الوجهه بتاع اللي انت بعت لها الرساله مش مستعده في الوقت الحالي انها تستقبل الرساله دي، وبالتالي ممكن نقدر نخزن الرساله ديت ويتم ارسالها لما يكون الديستنيشن جاهز او الريسيفر جاهز ان هو يقدر يستقبل الرساله. طبعا هنا مش لازم زي ما احنا قلنا انه يكون المستقبل المرسل والمستقبل متصلين في نفس الوقت، لا احنا ممكن نبعت داتا هتتخزن زي ما احنا قلنا لو المستقبل او الريسيفر مستعد ان هو ياخدها يقبلها، مش مستعد او مش متصل حاليا هيتم تخزين الرسالة وبالتالي نقدر نبعتها في اي وقت عندما يتم الاتصال بالريسيفر. طيب هي مشكلتها انها ما كانتش، او هنوضح الكلام ده بعدين شوية، خلاص نوضح الكلام ده بعدين شوية. طبعا لو حصل اي مشكلة او اي ايرور في اثناء البعت ارسال الرساله، طبعا الرساله كده كده متخزنه، فمش داعي مفيش داعي ان احنا نقدر ان احنا نبعت الرساله دي مره تانية، لا احنا هناخد كوبي منها تاني لانه هناخد من الكوبي اللي موجود متخزن منها وهنبعته مره تانية. طيب طبعا المميزات بتاعتها وانها عملت حاجات حلوه كتير. اولا وفرت ليا باندويث. ليه؟ دلوقتي انا ممكن ابعت رساله هتتخزن عندي، وبالتالي سواء الوجهه مستعد او مش مستعد في باندويث فاضي عندي اقدر حد تاني يستخدمه لما ابعت انا الرساله دي. طبعا بيستخدم الوقت السيت اب بتاعها صغير جدا عشان يمنع التكرار بتاع الرساله، لازم يكون وقت قصير جدا، لان لو وقت خدت وقت طويل ممكن الرساله تتبعت اكتر من مره مع انك اصلا عاوز تبعتها مره واحده. طبعا الكلام ده هيتوضح قدام شويه ان شاء الله. طبعا الكلام ده مش هنتكلم دلوقتي. طبعا نتكلم بعد كده بقى على اهم حاجه اللي هو اللي احنا مهتمين بيها اللي هو الباكت سويتشنج. الباكت سويتشنج طبعا زي ما احنا قلنا بيستخدمه الجي بار اس، واحنا قلنا ان الرساله عندنا هتتبعت ان احنا نقسم الرساله الى باكجات، كل باكج هيتم ارسالها مع ورقة التاني. طبعا هيكون متحدد في كل باكج، طبعا الناس اللي درست الشبكات تبقى فاهمه كلامي كويس لحد ما. طبعا في كل باكج في الهيدر بتاعها هيبقى متحدد فيها المصدر السورس
والوجهه الديستنيشن اللي هي رايحاه. طبعا دي من المميزات الرهيبه جدا، يعني انا كده حددت الباكج انت هتمشي في الطريق ده عشان هتوصلي للمكان ده، وبالتالي الباكج مهما راح الاوجات هي راحه لمكان او لهدف معين. عشان كده الاخطاء قلت جدا، لان احنا محددين زي ما قلت مسار محدد للباكج انها تمشي فيه. طيب جميل، لازم زي ما هنوضح قدام ان شاء الله نكون عارفين ترتيب الباكجات. يعني ايه؟ نفترض ان احنا بعتنا الباكج دي الاول، بعد كده بعتنا الباكج دي، بعد كده الباكج دي، لاي ظرف من الظروف الباكج دي وصلت بعد الباكج دي، طبعا حصل مشكله. ليه؟ دلوقتي المعلومات هتترتب غلط، يبقى الباكج الثانيه يعني مثلا هنا 1 2 3 جميل، وصل 2 1 3، طبعا كده المعلومة اتشوهت خالص. فاحنا لازم نبقى عاملين حسابنا ان احنا هنبعت حاجة معينة يبقى فيها الترتيب بتاعنا، او هتعرفنا في الريسيفر الترتيب بتاع الباكجات هيبقى ايه. يبقى بعد كده الريسيفر هيجي يستقبل الداتا، هيبدأ يرتب الداتا على اساس الحاجة او البيتس اللي احنا بعتناها بتقول لنا والله الترتيب كان 1 2 3، وبالتالي الريسيفر هيرتب 1 2 3، يبقى كده الباكج او المعلومة وصلت سليمة. تمام. وطبعا الكلام ده احنا توضح اكتر في الجي اس ام لما كنا بنبعت داتا عشان نعرف ترتيب الداتا اللي واصله كان ازاي. كنا بنلعب بيتس، بنبعت بيتس معينه فيها الترتيب بتاع الداتا، بحيث والله الداتا تيجي ترتيب 1 2 3، لو حصل تاخير لاي داتا مبعوثه طبعا من المشاكل اللي احنا عارفينها اللي قابلتنا في الجي اس ام او اللي هتقابلنا في نظام الاتصالات بصفه عامه. طب الادفانسد بتاعت او المميزات بتاعت الباكت سويتشنج، طبعا ده اسرع نظام. ليه؟ لانه بيبعت المعلومه كباكجات، وبالتالي هنا هيبعت كميه كبيره من المعلومات في نفس الوقت، وبالتالي ده بسرع عمليه النقل. طبعا مش لازم السورس او المصدر والوجهه يكونوا طبعا متصلين، لانه طبعا احنا ماشيين تطور تعتمد على موضوع المسج، وبالتالي هنا مش لازم يكون الاثنين متصلين في نفس الوقت. لا، احنا ممكن نخزن الداتا وبعد كده هنبعتها في اي وقت احنا عاوزين. طبعا ميزه تانية ان مش لازم يكون السورس والديستنيشن بيستخدموا نفس البروتوكول. احنا قلنا في السيركت سويتشنج ان لازم نكون نفس البروتوكول عشان يتعرفوا على بعض، لكن هنا لا، هنا لان محدد في الباكج والله ان انت هتروحي للديستنيشن المعين، وبالتالي كده كده سواء الديستنيشن ده بيستخدم بروتوكول اللي بستخدمه او بيستخدمش بروتوكول، كده كده الداتا عارفه هي راحه فين، وبالتالي مش شرط ان احنا نكون بنستخدم نفس البروتوكول في المصدر والوجه. طبعا عندنا الداتا مهما كان حجمها، احنا قلنا بنقطع الداتا الى اكتر من باكج، وبالتالي اي باكج حصل لها مثلا دروب او وقعت من الطريق مننا في الطريق او كده، نقدر نبعتها بمنتهى السهوله وفي اسرع وقت. ليه؟ لان كده كده حجم الداتا صغير، مش زي ما ابعت داتا كامله زي ما كان بيحصل في الجي اس ام مثلا، حصل حاجه ببعت الداتا تاني مره تانية او الكلام ده. لا، احنا مش هنبعت، او في السيركت سويتشنج عفوا، طبعا مش هنبعت الداتا كلها مره تانية. لا، احنا دلوقتي هنعرف الباكجين اللي صادت، يبقى نبعتها حجمها صغير هتوصل بسرعه، وبالتالي مش هيحصل ديلي او مشاكل اللي احنا عارفينها في الاتصالات. طبعا فيها بتستخدم حاجه اسمها الاكس 25، ده الستاندرد بتاع الباكج او الستاندرد بتاع الباكج سويتش. طيب احنا عارفين طبعا في الجي اس ام بصفه عامه ان احنا عندنا الجي اس ام 900 والجي اس ام 1800 والجي اس ام 1900. طبعا المستخدم اكثر 900 وال1000 و1900. طبعا في هنا بيتم الارسال ترانسميت، هنا الريسيف، هنا نفس الكلام 1850. طبعا دي الادابتيشنز، يعني في حاجات مختلفة شوية هنوضح. طبعا الكلام ده متوضح في الجي اس ام بصفة عامة، يعني مش عاوز ادخل في تفاصيل اكتر عشان بس الوقت بتاعنا وكده.
وعشان ما شتتش الناس خلاص نبقى لو يا جماعة لو ما حدش فيهم الكلام اللي قلته او الكلام المتوضح طبعا انتوا اكيد فاهمينه من جي اس ام، يبقى يقول لي ان شاء الله وانا هوضح الكلام ده، بس عشان بس ما نضيعش وقت فيه على الفاضي. طيب عندنا زي ما احنا قلنا في اول الفيديو ان الجي اس ام كان بيهتم بدرجة اعلى بالصوت عن الرسالة النصية. طبعا الوان جي او الفيرست جينيريشن كان طبعا صوت فقط، ما كانش بيبعت اي رسائل نصيه، كان صوت فقط، وعرفنا طبعا مساوئه وعيوبه والكلام ده كله. طيب الجيل الثاني بقى احنا قلنا في اول جي اس ام كان بيهتم اكتر بالصوت، بس كان بيبعت رسائل نصيه ولكن بدرجه ضعيفه شويه. جينا في الجي بار اس والله اهتمينا بالرسائل النصيه وبدانا نبعت نهتم ب الاس اس والمالتي ميديا الى حد ما، بدانا نقدر نبعت بداتا عالية شوية في الداتا. وبالتالي هنا الجدول ده بيوضح لنا الاختلافات او العلاقة او التطور اللي حصل بين الاهتمام بالصوت ونقل الداتا عن طريق شبكات الموبايل او النظام الخلوي بصفة عامة. في عام 96 كان طبعا زي ما احنا قلنا تقريبا ما كانش بيتم ارسال صوت الى حد ما، ولكن كان داتا، ولكن الاهتمام كان بالصوت. بعد كده بدا زي ما احنا قلنا الاهتمام يبقى بالصوت والداتا في الجي بار اس، وهنا في الادج، وبعد كده اليوم تي اس بدا يبقى الداتا والسبيتش تقريبا نفس الاهتمامات في نظام الاتصالات، ما نقدرش نستغنى عن الاثنين. طبعا بالنسبة للجيل الثالث تم ارسال طبعا من 3GBB، وهي طبعا على فكرة المسؤولة عن اللي هي بتقدم الجيل الرابع. طبعا الـ IMT2000 كنا اتكلمت عنها في اول فيديو في المقدمة خالص، ان هي ديت يعني تعتبر مسؤولة عن وضع النظم الخاصة بالاتصالات الخلوية او بالاجيال وكده. طبعا هي حضرت خصائص الجيل التالت تبقى كذا وكذا وكذا، وحققها اليو ام تي اس او اليونيفرسال موبايل تيليكوميونيكيشن ستاندرد. طبعا حطت خصائص الجيل الرابع او الفورث جينيريشن، وطبعا اللي حققته طبعا ال تي اي، واحنا قلنا ان كان من اسبوعين او ثلاث اسابيع ال تي اي ادفانسد هو اللي خد خلاص فعليا الجيل الرابع، وانا كنت موضح الكلام ده في موضوع على المدونه بتاعتي بتفصيل شويه. طبعا سمحنا لنا الاي ام تي هي 2000 هي المسؤوله عن الكلام دوت، و 3GBB هي اللي اخرجت اليوم تي اس او الجيل الثالث، وطبعا ماشيه في تكمله مع ال تي. طبعا اللي على فكره 3GBB لما جه الموضوع الايدج هنتكلم قدام شويه، او هي اعطته الى المنظمه اللي كانت مسؤوله عن الجي اس ام على اساس ان هو تبع الجيل الثاني. طبعا دي المسميات بتاعه الجي اس ام، يعني احنا كده في الجي اس ام السمية كان اي جي اس ام، كان جي اس ام السمية دي سي اس او سيركت سويتشنج، خلي بالك داتا سيركت سويتشنج 1800، في 1900 كان باكت سيركت سويتشنج 1900، وطبعا جي اس ام. طبعا ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في الادابتيشنز، وده توضيح الرينج بتاع الابلود والداونلود في كل واحدة في ال 900 وفي ال 1800 وفي ال 1900 وفي الار. طبعا ده الفركوانسز او الشانلز المخصوصة ليها. طبعا هنا طبعا المنطقة اللي كنا بنستخدمها فيها، يعني هنا كان في الورلد وايد ما عدا الولايات المتحدة، لان الولايات المتحدة كانت بتستخدم ال 1900، تمام زي ما احنا قلنا في اول فيديو ان الولايات المتحدة كانت بتستخدم 1900، بيت العالم كان بيستخدم ال 900 وال 1800. طبعا الار ده اللي هو طبعا الاتحاد الاوروبي كان اوروبا هي اللي بتستخدمه، ولكن ما اشتهرش او ما تعملش معاه، ما تمش تعمل معاه قد كده. طيب عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، اعتقد طبعا معظمكم عارف في الجي اس ام التطور بتاع الجي اس ام، خليكم معايا بس في المعلومه ديت، التطور بتاع الجي اس ام فيزز، اسمه فيزز، يعني فيز واحد فيز اتنين فيز اتنين بلس وهكذا، هنوضح الكلام ده كمان شويه ان شاء الله. فيزز في اليو ام تي اس هيبقى له اسم حاجه تانية، يعني نخليها الوقت احسن.
عشان بس ما نتلخبطش. يبقى في الجي اس ام التطور بتاعه كان اسمه فيزز. جميل. اليوم تيس التطور بتاعه له اسم تاني ان شاء الله نوضحه في اليوم تيس. تمام. طيب ايه هي الفيزز اللي مرت في الجي اس ام؟ طبعا كان اول حاجة عندنا الجي اس ام فيز 1. اول حاجة كان الجي اس ام فيز 1، وطبعا ده كان في اول التسعينات. طبعا ده كان طبعا سمح لي متابعين جي اس ام كله ديجيتال ترانسميشن، كان معدل نقل البيانات فيه وصل الى 9.6 كيلو بت بير سكند. طبعا كان معدل نقل كبير ايامها، لكن طبعا ما نقدرش نعمل حاجه بالمعدل ده في الوقت الحالي. طبعا معدل نقل البيانات بطيء جدا. طبعا كان الخدمات بتاعته محدوده جدا، وقلنا زي ما احنا قلنا كان مهتم اكتر بالصوت، ما كانش مهتم قد كده بالرسائل النصيه او هكذا. وبالتالي كان لازم ان احنا نشوف حل نطور بيه الجي اس ام علشان نقدر نتعامل مع السيرفيس اكتر من السيرفيس اللي كانت مستخدمه. هنا بدانا نروح لحاجه اسمها الفيز 2. طبعا حاجه اسمها الهاف ريت سبيتش، الكلام ده توضح اكتر في الجي اس ام ان ازاي نستعمل الهاف ريت. معدل الصوت كان معدل البت كان الصوت بيستخدم المعدل بتاعه نص. ازاي الكلام ده كان اتوضح في الجي اس ام؟ مش عارف اقوله ولا لا، بس انا عامل حساب انتوا واخدين جي اس ام كويس، فعشان بس ما نلخبطش الناس او يا ريت تراجعوا على الموضوع ده كويس في الجي اس ام ان شاء الله. طبعا من ميزات او مميزات الجي اس ام ان كل فيز جت كانت كومباتبل مع الفيز اللي قبلها، وهكذا كل جيل جينيريشن او كل جيل جاء بعد كده كان متناسب او كومباتبل مع الجيل اللي قبله وهكذا. بعد كده وصلنا للفيز 2 بلس. طبعا ده بقى دخلنا في الايج وهكذا. عفوا. طبعا كان معدل نقل البيانات فيه وصل الى مرحله الى معدل نقل بيانات كبير جدا. طبعا تم اضافه خدمات جديده، انترنت، مالت ميديا الى حد ما، تم الاهتمام بالرسائل النصيه. طبعا الكلام ده كله كان متوضح يا جماعه كويس في الجي اس ام، فمش عاوز حد يبدا معايا في الجي بار اس الا لما يكون فاهم كويس ومراجع كويس على الجي اس ام. طبعا انا بتكلم النهارده بسرعه والكلام ده، انا بنتكلم بس كمقدمه في الجي بار اس. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه يبقى في شرح بالتفصيل عن شبكه الجي بار اس، ايه الحاجات الجديده اللي تم اضافتها في الجي بار اس، ازاي قدرنا نتعامل مع الباكج في الجي بار اس وهكذا. الكلام ده ان شاء الله البروتوكولات طبعا بتاعت جي بار اس الجديده ايه اللي اتضاف فيها. طبعا جي بار اس الى حد ما بيستخدم معظم حاجات الجي اس ام طبعا تبع الجيل الثاني، ولكن في بس بعض الاضافات البسيطه او في حاجات بسيطه بس اللي اتضافت علشان نقدر نتعامل مع السيرفيس الجديده. طبعا ده كان بيستخدم الفور ريت سبيتش. تمام. بدا يعمل حاجه اسمها الساتلايت رومنج. طبعا احنا فاهمين في الجي اس ام يعني ايه ان احنا ازاي كنا نعمل رومنج، هنا بدأنا نستخدم الساتلايت رومنج في الفيز بلس 2. طبعا زي ما احنا قلنا بدأنا نتعامل مع الانترنت، بدأنا نتعامل مع السيرفيس مختلفة، نتعامل مع المالتي ميديا بطريقة كويسة. طبعا دي طبعا وصلت. طبعا الحاجات اللي احنا قلنا فرعناها فاكرين في اول الفيديو كنا قلنا اتش اس سي اس دي والجي بار اس والايدج وكان الكلام ده كان في الفيز 2 بلس. طبعا هنا ال HSCD الجي بار اس، وهنا طبعا ال Edge. طبعا الاختصارات بتاعتهم زي ما احنا قلتها في الاول هاي سبيد سيركت سويتش داتا جنرال باكيت راديو سيرفيس ده هو الجي بار اس. طبعا ال Edge هنتكلم عنه كمان في الاخر ان شاء الله الفيديو اللي هو الانهانسد داتا ريتس فور جي اس ام موبايل ايفوليوشن او فور جي اس ام ايفوليوشن مره واحده. طبعا دي مقارنه بين الهاي سبيد سيركت سويتشنج والجي بار اس. طبعا ده من اسمه بيستخدم سيركت سويتشنج، عارفين ده بيستخدم الباكج. تمام. هنا كان الصوت اكتر، هنا بدأنا نتعامل مع الانترنت. تمام. على فكره بالنسبه للكلام ده يتوضح ان شاء الله قدام. بالنسبه هنا طبعا 8 تايم سلوتس، 8 تايم سلوتس. طبعا دي حاجه يعني ثابته استخدمنا. هنا بقى في ال HSD كان معدل نقل البيانات وصل الى 9.6 كيلو بت بير سكند، وقدرنا ممكن نوصل اللي هو 14.4. ده كان العملي كان غالبا 9.6 كيلو بت. طبعا في الجي بار اس قدرنا احنا نوصل
لمعدل نقل بيانات كبير زي ما احنا وضحنا، وقدرنا نتعامل مع الكلام ده طبعا باستخدام كودنج سكيمز مختلفة، خاصة ال 8 بي اس كي اللي احنا استخدمناه اكتر مع في الايدج. هنوضح الكلام ده ان شاء الله كمان شوية. طبعا دي شكل الفريم بتاعتنا 8 تايم سلوت، طبعا 14 احنا بندي اقصى قيمة كانت موجودة في الاول. طيب بالنسبة للايدج او الانهانسد داتا ريتس اوف جي اس ام ايفولوشن، طبعا زي ما احنا قلنا ده التطور بتاع الجي اس ام عادي، وعلى فكرة ده استخدم زي ما احنا قلنا سكيمز كودنج سكيمز جديدة، حيث تم التحول من الجي ام اس كي الى ال 8 بي اس كي زي ما احنا وضحت من شويه اللي احنا تمنا استخدام ال 8 بي اس كي، عشان ده هيفيدنا في حاجات كتير. طبعا الايدج بصفه عامه اللي هو 2 زي ما قلت في الاول 2.75، وعلى فكره يا جماعه بيعتبر كمدخل للجيل الثالث، وفي بيعتبروه جيل ثالث لكن هو فعليا جيل ثاني، تجاريا جيل ثالث زي ما احنا بنقول في ال LTE تجاريا جيل رابع ولكنه فعليا 3.9. الكلام ده ان شاء الله يبقى واضح قدام شويه ان شاء الله لما ندخل في ال LTE هنتكلم عن الكلام ده كويس. ال LTE تجاريا جيل رابع، فعليا لا هو جيل ثالث الحقيقي الفعلي جيل رابع اللي هو ال LTE Advanced. نفس الكلام هنا ال Edge 2.75 تجاريا جيل ثالث، كان ايامها تجاريا جيل ثالث فعليا هو جيل ثاني. طبعا تم العمل به في عام 2003، تم بداية العمل بالإيدج في عام 2003. طبعا تم زيادة معدل نقل البيانات سواء في الـ أبلينك أو الداون لينك، طبعا كان بيسمح لنا بعمل أكسس على الإنترنت، وطبعا تعامل مع الملتيميديا بدرجة كبيرة جدا. طبعا زي ما احنا قلنا ان هو كان كمقدمة الجيل الثالث، فكان لازم علشان نقدر نتعامل مع التقنيات الجديدة والسيرفيسز اللي احنا هنستخدمها، كان لازم ان احنا نبدأ نحط حاجات جديدة في الشبكة بتاعت الجي اس ام. فاحنا غيرنا حاجات مكان حاجات، شلنا حاجات حطينا مكان حاجات تانية وهكذا، وبالتالي احنا غيرنا في الهاردوير بتاعت الشبكة. كان لازم يحصل الكلام عشان زمان نقدر نتعامل مع التقنيات الجديدة والخدمات الجديدة. طبعا البي تي اس كان لازم يتعمل لها حاجة اسمها الابجريد، اللي احنا كل بي تي اس ما يتعملش ابجريد مش تقدر تتعامل مع الجي بار اس. عشان كده في حاجات كان ايامها كان موضوع الجي بار اس ده حاجة يعني ثورة، ما كانش لسه تم التعامل بكتير. وعلى فكرة حتى الان في موبايلات ما بتدعمش جي بار اس ما تقدرش تتعامل مع الجي بار اس، لكن في موبايلات تقدر بتدعم اللي هي بتدعم الجي بار اس، بتتعامل مع الجي بار اس بطريقه افضل، تقدر تعمل اكسس على الانترنت بطريقه افضل عن الموبايلات العاديه لانها ما بتتعاملش معاها كويس. طبعا ده الشكل بتاعنا في الداتا في الجي بار اس في الايدج عفوا. طبعا الكلام ده واضح للجميع، ان شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل قدام شويه. بكده ان شاء الله يبقى احنا كده خلصنا. طبعا ده ان شاء الله نتكلم نبدا فيه من الفيديو اللي جاي. طبعا انا كنت عاوز فيديو النهاردة صغير إلى حد ما، على أساس إن شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ ندخل في التفصيل أكتر بإذن الله. أتمنى يكون أرجو، لأن الرجاء طبعا عكس التمني، الرجاء لحاجة كويسة. أرجو طبعا يكون إن شاء الله الفيديو عجبكم. طبعا أنا حاسس كان شرحي سريع شوية، لكن ده عشان يكون كمقدمة وكده، فكل واحد بيتكلم بسرعة أو بدرجة عامة أو بصفة عامة عن الجي بار اس كمدخل، ان احنا نعرف ايه هو الجي بار اس، ايه مميزاته، ليه احنا عملنا الجي بار اس، الكلام ده طبعا وضحناه. وان شاء الله نبدا من الفيديو الجاي نتكلم عن استخدامات الجي بار اس، ايه الجديد اللي احنا ضفناه في الجي بار اس، ايه الجديد اللي احنا ضفناه في الشبكه، ايه البروتوكولات الجديده اللي احنا استخدمناها، ايه الكنترول شانلز الجديده اللي احنا ضفناها والى اخره. ان شاء الله هنتكلم من الفيديو اللي جاي عن الجديد في الجي بار اس. ارجو نكون الشرح ان شاء الله عجبكم، وإن شاء الله نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.